مرحبا، كيفكم؟ بدنا نعلمكم كيف طريقة الصابون المعطر. أول طريقة، بنحط ماء على الغاز، بنخليها تغلي، بعدين بنجيب صابون مقطع وبنحطه على المي على البخار زي هيك. بعد ما داب زي هيك زي ما انتو شايفين، بنجيب غطاء عطر زي هيك ومنديره هذا المقدار، بعدين بنحركها، بنحرك، بعدين بنحط اي لون بدنا اياه. هلا بتلونوا اللي بدكم اياه، واحنا راح نسوي طاقية تخرج. بعد ما نصبها بنخليها تنشف لخمس دقائق. هلا بنرش سبيرتو عشان ما يضل فخاخ على هون على الواجهة هاي. هلأ بنتركهم ينشفوا لخمس دقايق. قطناها بالعود. هلأ بعد ما جبنا الصبغة منجيب سبيرتو ومنرش عليها، من نعمل هيك ومنلون على الريشة، منلون الريشة زي هيك، منلون الريشة. النتيجة النهائية هي بتكون زي هيك. بتحطوا بعدين بتغرفوهم وبتحطوا عليهم شبر وتل وورد. ومنكون هيك وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة.